اهلا وسهلا للكبيضات. اليوم غادي نشارك معكم واحد البروتين طبيعي عباره على زيوت. البنات شي حاجه اللي طب واعره، اي وحده شعرها ناشف ومتضرر. ديجا كيوصلوني بزاف ديال الميساجات، فاطمه زهرا شعري نشف ليا، فاطمه زهرا شعري ناشف، اشنو ندير ليه؟ تبعي معايا البنات، تبعي معايا اختي هاد الوصفه. المهم كما كتشوفوا البنات، اول حاجه خديت الزبده ديال الكاكاو، ذوبتها تقريبا واحد المعلقه كبيره. وهنايا عندي بنانه وحده البنات، هاد البنان هذا كنت دايره في الفريغو كما كتشوفوا، خصو يولي فحال هكا القشره ديالو تولي كحله صافي. ومن بعد غادي ناخذ البنانه البنات، غادي نمعسها مزيان مزيان حتى كتنحصل على بوري ديال البنان. معروف على البنان انه كيرطب الشعر وفيه بزاف ديال الفوائد على البشره وعلى الشعر بصفه عامه. هو بروتين صراحه طبيعي وكيراتين في نفس الوقت، كيرطب لينا الشعر من داك الشيء الرفيع، وكيعالج لينا الزغبه، خصوصا ديك البنات اللي عندهم شعر متضرر بزاف وشعر متقصف بزاف وناشف. يعني كتعيا البنت ما دير ليه في الوصفات، وكتعيا ما دير ليه يعني في الزيوت وحتى شي حاجه، يعني ما كتنفع معاها. فغير تبعي معايا هاد الوصفه، هادي راه واعره بزاف. المهم صراحه انا هاد الوصفه راه كندير فيها حتى لافوكا، ولكن ما عندي الصراحه لافوكا، فدرت غير البنان. الا عندك لافوكا ديري نص لافوكا، حتى هي واعره بزاف وكترطب، والافوكا فيها بزاف ديال الدهنيات اللي كيعالجوا لينا الشعر ديالنا. المهم هنا زدت معلقه كبيره ديال زيت اليازير، راه مصاوبه بوحديتي. المهم بالنسبه للزيوت كديروا الزيوت اللي عندكم، يعني ماشي ضروري ديروا هادشي اللي تندير انا. المهم غير البنان كتزيدي عليه الزيوت اللي كتصلح للشعر، واحسن زيت اللي هو زيت الكوك. هانتوما كندير انا زيت الكوك، معلقه ديال زيت الكوك مع البنان مع معلقه ديال زيت اليازير، راه ما شاء الله طوب. وعندي البنات هاد التشقيقه هادي غير زدتها ديال الثومه والبصله. داكشي علاش قلت لكم ديروا الزيوت اللي عندكم يعني في الدار هما اللي ديروا، واخا تكون غير زيت المائده واللي كنطيبوا بها وزيت الكوك مع البنان راه مزيانين. المهم كندير من هذا الزيت هذا اولا هاد التشقيقه هذه ديال الثومه والبصله، حتى هي واعره، كنت خديتها من واحد لاباج البنات. المهم حتى هي زدتها. ومن بعد البنات غادي نزيد الزيت ديال الشنجلان، زيت الشنجلان البكر هذا البنات راه مقطر، يعني زيت حقيقي واعر بزاف، كيصلح للبشره وكيصلح للشعر، كيرطب الشعر من داك الشيء الرفيع. وراه معروف على زيت الشنجلان صراحه غني بالفوائد العظيمه ديالو، كيغلظ لينا المناطق الانثويه وكيصلح للشعر بطبيعه الحال. ديجا كيعطيه واحد النعومه واحد الرطوبيه. واصلا هاد الوصفه كامله راه طوب البنات، كنديرها انا صراحه للشعر ديالي بعد ما كيتضرر صراحه مؤخرا، ولا الشعر ديالي متضرر شويه، فقلت نديرها ونبارطاجيها معاكم. راه ما شاء الله من اول استعمال كتلاحظي الفرق، كتلاحظي واحد الرطوبيه وكتلاحظي واحد البريو هكا في الشعر ديالك بعد ما كتغسليه وكتنشفيه. فريمون واعره هاد الوصفه صافي. اخر حاجه درت هي زبده الكاكاو. ومن بعد البنات هنايا تندير هاد الديميلور هذا، وليت كنعتمد عليه صراحه في الوصفات وفي الغسيل ديال شعري، كيرطب بزاف. الا ما عندكمش ديميلور ديال السيف ديروا اي ديميلور عندكم، واخا يكون عندكم غير دوك لي ساشي ديال ويلا حتى هما راهم مزيانين صافي. كندير معلقه كبيره هانتوما البنات، المهم معلقه من كل حاجه صافي. وغادي نخلط مزيان الوصفه ديالي، راها مغذيه بزاف للشعر، خصوصا البنات اللي عندهم شعر ديالهم حرش بزاف، شعر اللي متضرر، شعر اللي ناشف. واخا كديري ليه الزيوت دغيا كينشف في البلاصه وكيطلع للسما وكيتشعكك. راه ما شاء الله هاد الوصفه راها مغذيه بزاف بزاف للشعر، مغذيه يعني بروتين طبيعي وكيراتين في نفس الوقت، عباره على مكونات اللي طبيعيه ما شاء الله. هانتوما البنات كنخلط الوصفه ديالي، قلت لكم عباره على مكونات اللي طبيعيه ما فيهاش نهائيا شي حاجه اللي ماشي طبيعيه كما كتشوفوا البنات. تقدروا ديروا اضافات بحال مثلا تزيدوا بيضه، تزيدوا لافوكا، يعني بحال هكا، يعني تزيدوا بحال هذا النوع ديال المكونات اللي كتكون فيهم الليونه. كذلك تقدروا ديروا زريعه الكتان، لو جيل ديال زريعه الكتان، تقدروا تزيدوا الالوي فيرا حتى هي مزيانه. كاع هاد المكونات مزيانين يعني كيغديو الشعر. المهم البنات، اول حاجه اول خطوه هي انه كنفرق الشعر ديالي وكنمشطو مزيان مزيان، لان هاد الوصفه هذه كتبغي انك تجبديها في الشعر ديالك. من بعد كتاخدي الماء وكترشيه على الشعر ديالك، يعني كتفزكي الزغبه. انا في صراحه البنات ما بغيتش نرش مع عادي، انا رشيت هاد المحلول هذا اللي كنت بارطاجيت معكم يعني مؤخرا في واحد الوصفه، ما عرفتش واش حطيتها ولا مازال ما حطيتهاش. المهم انا دايره واحد الوصفه فيها هذا المحلول هذا، كيخلي لينا اللون ديال الزغبه ثابت ومقوي للشعر بزاف. المهم رشيته وصافي وطبقت الوصفه على الشعر ديالي صافي. وانا كناخذ خصله بخصله وكندير الوصفه صافي حتى كملت ودرت السلوفان، وكنخلي الوصفه في الشعر ديالي لمده ديال ساعه. من بعد خديت هذوك جليدات ديال القشور ديال البنان صافي وبديت كنحكهم هكا على البشره ديالي. راه مفيدين بزاف، كيحيدوا لينا التجاعيد، كيجدوا لينا البشره من داك الشعر فيه. النتيجه ديال شعري كما كتشوفوا بعد ما غسلته ونشفته هي هذه، غزال ما شاء الله، واحد البريو كما كتشوفوا في الشعر ديالي، ورطوبيه ما شاء الله. وحتى الى عندك شعرك الزغبه ديالو طالعه راه كيهبط، يعني كيولي الشعر ليس، كيولي ملس بزاف. انا نشفتو كما كتشوفوا البنات، درت ليه شويه ديال السيشوار صافي، وهذه هي النتيجه. كيخرج رطيب ومهدن بزاف وما ناشفش. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساونيش من اللايك والدعم ديالكم والبارطاج. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في ريوسكم وبسلام عليكم.